اهلا بيكم طلاب الصف الاول الاعدادي، معادنا مع شرح اللغه الانجليزيه ويونت 2 ده ليسون 5 6 اند 7، وده فيديو رقم 3 في يونت 2. وزي ما احنا متعودين ان كل يونت فيه 3 فيديوهات، وده الفيديو الاخير في يونت 2. نبدا مع بعض الدرس بتاعنا، ناخد الفوكابلريز المهمه. اول حاجه عندنا language يعني لغه، اي لانجوج اي لغه في العالم بنسميها لانجوج، انجلش فرنش عربيك اي لغه اسمها لانجوج. ليسون اللي هو الدرس او حصه، فول ستوب يعني نقطه، وكلمه ستوب يعني ايه؟ توقف. فهنا فول ستوب يعني توقف تماما، يعني نهايه الجمله بحط حاجه اسمها فول ستوب او نقطه اللي هي بتنهي لي الكلام يعني. كوما اللي هي الفاصله. ليست او القائمه. شو يعني يعرض، شو بيعرض حاجه او بيخلي حد يتفرج على حاجه، بيعمل شو او عرض يعني. ليتس هيا، يعني مثلا ليتس جو، هيا بينا نذهب. ليتس بلاي، ليتس ستادي، وهكذا. شوبينج اللي هو ايه؟ التسوق، ان انت بتروح تشتري حاجات من السوق يعني، تعمل شوبينج. كويستشن مارك اللي هو علامة الاستفهام اللي هي بتبقى في آخر السؤال، دي اسمها كويستشن مارك. فلاج اللي هو العلم. فلاج. شاور اللي هو الدش أو الشاور يعني. سيبريت يعني حاجة منفصلة. سيبريت يعني إيه؟ منفصل، يعني مش متصل بحاجة، سيبريت. سنتنس اللي هي إيه؟ جملة. بوسيشن اللي هي الملكية، زي بوسيشن بروناون أو ضمائر الملكية مثلا. كونتراكشن اللي هو الاختصار، يعني أنا بختصر حاجة معينة، زي مثلا I am بشيل الـ A وأحط أبوستروفي، بتبقى عملت لها كونتراكشن أو اختصار. missing يعني إيه؟ مفقود أو ناقص. missing. best wishes أطيب الأمنيات، يعني لما تيجي تبعت لواحد رسالة تيجي في الاخر تقول له بيست ويشز، اتمنى لك التوفيق يعني. ثرو عبر او خلال، اقول مثلا ثرو ذا انترنت او عبر الانترنت او من خلال الانترنت. بريباريتوري اللي هو الاعدادي، يعني زي بريباريتوري سكول اللي هي المدرسه الاعداديه اللي انت فيها، اسمها بريباريتوري اعدادي، يعني بيعد شيء. بريبير جاي من الفعل بريبير يعني يعد، بريباريتوري اللي هو اعدادي. ويك اب يستيقظ. item يعني عنصر، يعني لو انت عندك لستة مثلا، لست فيها كذا حاجة، ففي every item كل item او كل عنصر في اللستة دي بتكلم عن الايتم نفسها، العنصر نفسه اللي موجود ايه جوه لستة معينة. end نهاية. apostrophe اللي هي الفصلة عليا، زي كلمة I am بتشوف تلاقي فيها ايه فصلة كده من فوق اسمها apostrophe. library اللي هي المكتبة. library. week end طبعا نهاية الأسبوع. simple يعني بسيط. message اللي هي إيه؟ الرسالة. طيب عندنا conjugation of irregular verbs، عندنا طبعا زي ما متعودين الأفعال الشاذة وتصريفاتها، ودايما في بناخد الفعل في البريزنت وبعد كده بناخده في الماضي بتاعه. make تبقى made. speak تبقى spoke. go تبقى went. learn تبقى learned. draw تبقى drew. send تبقى sent. know تبقى knew. دي الـ regular verbs الأفعال الشاذة. طيب في بعض definitions اللي هي التعريفات، عندنا Arabic اللي هي اللغة العربية يعني. It's the language of Arab countries يعني لغة الدول الايه العربية. طيب art اللي هو الرسم، طبعا we paint and draw in this lesson، في حصة الرسم يعني في حصة الارت بنعمل ايه؟ we paint and draw in this lesson. computer studies الحاسب الآلي. we use a mouse in this lesson، بنستخدم في الماوس في درس الحاسب الآلي. English طبعا لغة إنجليزية. It's the language of England،
هي اللغة الرسمية بتاعت ايه؟ دولة انجلترا، انجلاند او امريكا كمان. ماث اللي هي الرياضيات. We learn about numbers in this lessons، بنتعلم عن الرياضيات او الارقام في الدرس بتاع الايه؟ الماث. Propositions حروف الجر طبعا مهمة جدا جدا. Half past يعني ونص، يعني مثلا اقول ايه؟ It's 7 half past او تمام، يعني الساعة مثلا ايه؟ 7:30. Good at يعني جيد فيه او كويس فيه، يعني مثلا اقول ايه؟ I am good at English، يعني انا كويس في الانجليزي. Arrive at طبعا خدناها المرة اللي فاتت، يعني يصل الى مكان صغير تمام، لكن arrive to يصل لايه؟ لبلد كبير. At school يعني في المدرسة. At school. In the air، in the air في الهواء. On the right على اليمين او on the left. From to يعني مثلا اقول from Cairo to Asyut مثلا، من القاهرة لأسيوط. From Cairo to Asyut، من إلى. Bad at يعني سيء فيه، عكسها good at طبعا. On a canoe، on a canoe يعني في قارب. By car، by car يعني بالعربية او by bus بالباص او by bike بالعجلة. فهنا وسائل المواصلات يجي قبلها ايه؟ حرف الجر باي. On water يعني على ايه؟ على وش المية يعني. On water. هنا عندنا or ده في حالة نفي معناها او، ودايما نستخدمها في النفي تمام. They don't go to school by car، ما بيروحوش المدرسة بالايه؟ بالعربية. Bus or train، ولا بالباص ولا بالايه؟ ولا بالقطر. or او القطر. it's a يعني هذا يكون. it's a بيجي بعدها صفة. way to يعني طريق الى. it's a cheap way to travel، it's a cheap way to travel، it's a cheap way. cheap هنا كلمة cheap يعني رخيص، فهنا صفة. way to يعني طريق الى. it's a cheap way to travel، طريقة رخيصة للسفر. How many forms of transport؟ كم عدد وسائل المواصلات؟ How many forms of transport؟ كم عدد أشكال أو وسائل المواصلات؟ Forms of transport. How many forms of transport؟ أو How many forms of transport do you know؟ اللي أنت تعرفهم. طيب. في الـ opposites طبعًا. والأوبس دي خدناها في الليسون اللي فات، بس نفكركم بيها طبعا. always دايما، عكسها never. remember يتذكر، عكسها forget. kind عطوف او طيب يعني، عكسها unkind. cheap رخيص، عكسها expensive. fast او quick، الاثنين صح. fast او quick سريع، عكسها slow. dangerous خطير، عكسها ايه؟ safe امن. طيب قطعة بتاعة reading. a day in my life يعني يوم في حياتي. أميرة is from Egypt، أميرة دي بتكون منين؟ من مصر. ناخد سؤال وإجابة. how old are you؟ how old are you؟ سنك كم سنة؟ and where are you from؟ ومنين؟ where are you from؟ I am 12 years old and I am from Hervada. Hervada اللي هي ايه؟ الغردقة يعني. what subject do you؟ هنا في كلمة هيرفادا دي في حرف الـ H ناقص تمام، GH. What subject do you like؟ إيه المادة اللي المفضلة بالنسبة لك؟ This year I am in a preparatory one at school. My favorite subject are science, computer studies and math. المواد المفضلة بالنسبة لي، my favorite subjects are science, computer studies and math. We have science and math in the first lesson every day. عندنا بناخد ايه؟ science وماث في اول ايه؟ اول حصة كل يوم. What we only have computer studies on Wednesday. بس عندنا بناخد computer studies الدراسات الاجتماعية فين؟ on Wednesday في يوم الايه؟ الاربعاء. I like music، بحب الموسيقى. تو يعني كمان برضو بحب الموسيقى. but I am not very good at it، لكن انا مش جيدة فيه، مش كويسة فيه يعني.
What do you usually do after school? What do you usually do after school? What do you do after school? What do you do after school؟ يعني بتعمل ايه بعد المدرسة؟ I sometimes احيانا read or watch TV، بقرا او بتفرج على التلفزيون. I always do my homework before I have dinner، انا دايما بعمل الواجب بتاعي قبل ايه؟ قبل ما اتعشى. After dinner بعد العشاء ايه اللي بيحصل؟ I usually have shower، باخد shower and read my book in bed، وبقرا الكتاب بتاعي فين؟ في السرير. What time do you wake up and go to bed؟ What time do you wake up and go to bed؟ ايه الوقت اللي انت بتستيقظ فيه وكمان بتنام فيه؟ اقول مثلا I wake up at 6 o'clock and I go to bed at 9 o'clock. Read the next the text again. Are these sentences true or false؟ بعد ما قرينا المحادثة دي هنشوف الكلام ده صح ولا غلط. Amira's family is from Nevada. عيلة أميرة من الغردقة، طبعا true. At Amira's school they have math and science every day. أيوة صح، بياخدوا math و science في اليوم. Amira often has computer studies. Often يعني إيه؟ غالبا. طبعا خطأ لأن دي rarely، نادرا، لأن بتاخد يوم واحد في الأسبوع. Amira is good at music. No، false، هي مش good at music خالص. Amira never does her homework after dinner. Amira ما بتعملش الواجب بتاعها بعد العشاء خالص. صح، لأن هي بتعمله إيه؟ before dinner. Before إيه؟ dinner. How do they go to school؟ إزاي بيروحوا للمدرسة؟ تعالوا نشوف إزاي بيروحوا للمدرسة. In some countries the children live a long way from their school. في بعض البلاد في أطفال بتعيش بعيد عن المدرسة بتاعتها. They don't go to school. They don't go to school by car, bus or train. وبيروحوش بالعربية ولا بالباص ولا بالترين، لكن طبعا بيروحوا في وقت في حاجات تانية. Every morning children from this village in Egypt cycle to school. Cycle يعني ايه؟ cycle يعني يركب عجل، يعني يركب العجل ويروح المدرسة. تمام؟ it is a cheap and healthy way، طريقة رخيصة وصحية to travel، للسفر او الحركة يعني. they can always arrive on time، هم دايما بيقدروا يوصلوا ايه؟ on time. on time معناها ايه؟ في الوقت المحدد بدون تأخير. on time. these children live next to lake Banyuni in Uganda. في اطفال تانية بتعيش فين؟ next to lake Banyuni in Uganda، في بجوار بحيرة بنيوني دي في اوغندا. their school is on the other side of the lake. On the other side of the lake، على الجانب الآخر من البحيرة. So they don't walk to school. Don't walk to school، هما ما بيشوش للمدرسة. They go in a canoe، بيروحوا فين؟ في القارب. The canoe takes the children to school and home again every day، بتاخد الأطفال وترجعهم تاني للبيت كل يوم. This boy lives in the USA، الطفل ده أو الطالب ده بيعيش فين؟ في الـ USA. in winter، في الشتاء. there is a lot of snow، بيجي فيه تلج كتير. the children travel to school on a snowmobile. snowmobile اللي هي عربة الايه؟ التلج. snowmobile. match the speakers with the correct parts of the text. and هنا طبعا بيتكلم واحد بيتكلم، هنشوف بينطبق عليه الكلام انهي واحد من الثلاثة اللي فاتوا دول. Sometimes when it rains a lot the weather the waters was dangerous and we can't arrive at school on time. طبعا ده اللي بيروح بالكانو ده اللي هو نمبر 2، نمبر 2 بتاع اوغندا. تاني واحد بيقول ايه؟ it's cold but it's fast and fun. طبعا ده بتاع اليو اس اي اللي بيروح بالسنو موبايل. التالت بيقول when the roads are busy the bus is slow but the bike is quick. ده الناس اللي بيروحوا طبعا اللي هم في الفيليج ان ايجيبت، اللي هم بيروحوا الايه؟ بالبايسكل او بالبايك. تمام. في طبعا قطعه ريدنج برضو في الورك بوك بتاعنا. هاي نجوى، هاو ار يو؟ يو وانت تو نو وات ماي بيرنتس دو ات ذا ويك اند. انت عايزه تعرفي اهل بيعملوا ايه، بابا وماما بيعملوا في الويك اند. my father works with computers.
My mother is a teacher. والدي طبعا بيشتغل في الكمبيوتر، ووالدتي مدرسة. My dad never works at the weekend. والدي ما بيشتغلش خالص في الويك اند. But sometimes my mom looks at the students' homework. لكن والدتي احيانا بتبص كده على ايه الواجبات بتاعت الطلبة. We often go shopping. دايما بنروح، غالبا ما بنروح نتسوق يعني. When it is not very hot، لما ما يكونش حر. We usually go to the park. عادة بنروح الحديقة. My brother always plays football when we go there. أخويا بيعمل إيه؟ plays football when we go there، لما بروح هناك. He is very good at football. هو جيد جدا في الفوتبول. What about you؟ ماذا عنك؟ أخبرينا عنك يعني يا نجوى. What do you do at the weekend؟ تعملي إيه في الويكند؟ Best wishes، أطيب التماني، أتمنى لك كل التوفيق. نسمة، صاحبتها نسمة هي اللي بتتكلم. طيب ناخد أسئلة على القطعة دي. Read the email again and answer the questions. Does Nesma's father work on Fridays and Saturdays? No, he doesn't. هو هنا بيقول لك والد نسمة دي اللي كتبت الإيميل ده، هل بيشتغل يوم الجمعة والسبت؟ طبعا لا، لأنه ما بيشتغلش إيه؟ في الأجازات. My dad never works at the weekend. What does Nesma's mother sometimes do at the weekends? والدة نسمة بتعمل إيه أحيانا في الويك إند؟ طبعا إيه؟ She looks at students إيه؟ homework. She looks at students homework. طيب what does Nesma often do at the weekend؟ Nesma بتعمل ايه عادة في الويكند؟ go shopping. She goes shopping. تمام، she goes ايه shopping. Where do they usually go when it is not very hot؟ طبعا بيروحوا فين؟ go to ايه؟ they go to the bar. They go to the bar. أو they go shopping. تمام؟ Who is good at football؟ طبعا نسمز brother. نسمز A brother is good at football. Read on the number in order from best to worst. رتب من الأفضل للأسوأ. يا ترى very good at, quite good at, not very good at, not good at, bad at. طبعا very good at رقم واحد. بعد كده good at، بعديها quiet good at، بعد كده not very good at، not good at، bad at. اخوة الترتيب كده مظبوط، الترتيب من الاحسن للاوحش. very good at يعني جيد جدا فيه، بعد كده جيد، بعد كده جيد نص نص، بعد كده مش جيد قوي، بعد كده ايه مش جيد خالص، بعد كده bad at سيء فيه. Choose the correct answer from A, B, C, or D. It's very hot in the summer. Never ولا sometimes ولا often ولا usually. طبعا ايه it is usually very very hot in the summer. We speak English during our English lessons. طبعا we never speak ولا we sometimes speak ولا we always. طبعا we always speak English during the، طبعا اكيد بنتكلم انجليزي كتير دايما في حصة الانجليزي، صح كده ولا لا؟ طيب we go to school on Fridays. طبعا we never go to school on Fridays. نحط هنا طبعا الادوات هنا. we never go to school on Fridays. we go to the beach in winter. طبعا ايه we ممكن نقول we never go to the beach in winter. طبعا مستحيل حد يروح يروح على الشط في الشتاء، بقى هيروح يعمل ايه؟ ده شتاء. طيب في الديلي اكتيفيتيز، الحاجات اليوميه اللي احنا بنعملها. talk to my friends، go home، read books، do my homework، have shower، watch TV، go to school، put on my school uniform، wake up. ده الديلي اكتيفيتيز اللي انت ممكن تعملها. خيرت خلينا نحفظهم كويس. تمام ناخد choose the correct answer from A, B, C, or D. طبعا دي exercises on vocabularies. ناخد كام واحدة كده مع بعض. Omar is 13 years old. He goes to a school in Giza. طبعا 13 years old يعني كده بيروح a preparatory school. He goes to a preparatory school. My friend Amira is a Luxor. طبعا ايه from لوكسور، من الأقصر.
We space science and math in the first lesson every day. طبعا وإيه؟ We have science and math in the first lesson every day. My father always space a shower every morning. طبعا هي my father has a shower. وليه has مش have؟ لأن my father هنا إيه؟ مفرد. طيب. My mother always do exercise, need to study, advise, sorry, my mother always advises me, يس هنا مكتوبة متلخبطة شوية, advises me not to study, طبعا in bed وأنا في السرير, ما تنصحنيش إن أنا أذاكر وأنا في السرير. My mother always shopping on Sundays, طبعا my mother always goes shopping, goes shopping. تمام؟ تقدروا تكملوا بقية التشوز دي سهلة. ولو في حد وقفت قدامه حاجة اكتب له في التعليقات. Read and correct the underlined words. هنصحح الكلمة تحتها خط. The teacher gives us the homework on the end of the lesson. طبعا ايه؟ on تبقى ايه؟ at the end of the lesson. في آخر الايه؟ في آخر الليسن. Amal is good for art. طبعا is good ايه؟ is good at art. I always make my homework before I have dinner. أنا دايما بعمل الواجب بتاعي before I have dinner قبل ما اتعشى. هي always تمشي صح. بس هي احنا ممكن نقول sometimes على حسب الدرس اللي عندنا يعني. لكن هي always صح. في واحد بيعمل الواجب بتاعه قبل ما يتعشى. مفيهاش مشكلة. Where are you from? طب بص هنا كلمة from مكتوبة غلط. هي F R O M هنا كاتبها form فهنا تبقى الصح بتاعها ايه from F R O M. ناخد language functions ناخد محادثة كده ما بين حاتم وحازم. What is your favorite subject؟ قال له I like English أنا بحب الإنجليزي. سؤال سأله قال له who is our English teacher this year من المدرس بتاعنا السنة دي بالإنجليزي. Who is our English teacher this year? قال له it's Mr. A. Mrs. Iman. Mrs. Iman. أستاذة إيمان. She is a good teacher. هي مدرسة كويسة. And when have we got English? يا ترى ناخد إنجليزي إمتى؟ قال له we have it today. هناخدها النهاردة. After break. بعد البريك على طول. Then we have math. بعد كده هناخد إيه؟ math. Good. I like math. Are you good at math? أنا بحب الماث. Are you good at math? يا ترى أنت كويس في الماث؟ قال له I am quite good at math. أنا يعني كويس مش قوي يعني. Quite good. يعني كويس شوية. I am not bad at science. أنا مش وحش في الساينس too. كمان. قال له yes you are good at science. أيوة أنت كويس في الساينس. What time is break? يا ترى الوقت البريك إمتى؟ What time is break? قال له now let's go to the playground. تعالى يلا نطلع على الملعب. ناخد البنك تويشن او علامات الترقيم. البنك تويشن علامات الترقيم دي انا بستخدمها لما اجي اكتب الجملة. نستخدم حاجة اسمها full stop. دي بنستخدمها at the end of the sentence. دي في نهاية الجملة. زي مثلا I am in grade 7 at school. شايفين هنا full stop حطيت full stop هنا في اخر الجملة. طيب بعد كده بنستخدم use a comma to separate item in a list. بنستخدم الكوما اللي هي الفاصلة عشان نفصل ما بين الكلمات الموجودة في لستة معينة. اقول مثلا انا رحت السوق واشتريت كذا وكذا وكذا وكذا. انا بدرس في المدرسة انجلش وعربك وكمبيوتر ساينس وهكذا والكلام ده كله. فلازم كل مادة والتانية او كل حاجة والتانية بحط بعدها ايه كوما. طيب اقول مثلا my favorite subjects are science كوما computer studies بعد كده and math. فهنا الكلمة الاخيرة في الليستة بجيب قبلها and. الكلمة الاخيرة في الليستة بجيب قبلها and. لكن كل اللي قبلها بجيب قبلها ايه كوما. يعني انا اقول مثلا رحت السوق اشتريت كذا 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 كذا. فكل كلمه انا بقولها بحط بعدها كوما. اخر كلمه هقولها او اخر حاجه في الليسته هقولها بجيب ايه اند و. تمام ساينس كمبيوتر ستايلز اند ايه ماس.
question mark علامة الاستفهام بستخدمها في نهاية السؤال، لما أجي أسأل سؤال فبستخدم بدل الفول ستوب بستخدم إيه؟ question mark. أقول مثلا what subject do you do؟ إيه المادة اللي أنت بتذاكرها يعني أو بتعملها؟ what subject do you like؟ اللي أنت بتحبها، تمام؟ الأبوستروفي بستخدم الأبوستروفي اللي هي الفصل العلوية، بستخدمها عشان حاجتين. أول حاجة to show possession عشان بعرض الملكية. أقول مثلا أميرز فاميلي is from her bed. أميرز فاميلي عائلة أميرة، فهنا في ملكية، هنا في ملكية أميرز فاميلي عائلة أميرة. أو مثلا أقول إيه أحمد زبوك كتاب أحمد، فهنا ملكية يعني الكتاب ده ملك أحمد، أحمد زبوك، فهنا الأبوستروف إس الملكية، فهنا بحط أبوستروفي عشان أوضح الملكية. بستخدم كمان الأبوستروفي في حاجة تانية to show contraction عشان أبين الاختصار، عشان أحط اختصار زي كلمة أيام، هنا المفروض تبقى أي إي إم، فأنا بشيل الإي وأحط مكانها أبوستروفي، فأنا بختصر أقول أيام not very good at it، أنا مش كويس في كذا. أيام، فهنا واخدين بالكم؟ فهنا ده علامات الترقيم، ده جزء من علامات الترقيم مش كل علامات الترقيم، فخدنا فول ستوب وخدنا كوما وخدنا الكويستشن مارك وخدنا الابوستروفي، تمام؟ تعال ناخد الكونفرسيشن دي. What is your favorite ايه ضحي؟ طبعا What is your favorite subject؟ قال له I like English. Who is our English teacher this year؟ مين المدرس بتاعنا الإنجليزي السنة دي؟ قال له it's Mr. محمد الشعراوي. قال له he is a good teacher and when have we English we have it today and when have we take English or have English after break then we have mass. طيب good I like mass. Are you طبعا are you good at math? Are you good at math? قال له yes I am quite good at math. I am not bad at science too. Yes you are good at science. What time is the lesson مثلا؟ قال له the break is now او is the break طبعا. قال له what time is the break؟ قال له the break is now. Let's go to the playground. طيب supply the missing parts. How do children go to school when there is a lot of snow in the USA؟ الأطفال بيروحوا إيه إزاي في المدرسة لما بيكون في تلج كتير؟ طبعاً إيه by snowmobile. They go to school by snowmobile. علي سأل سؤال قال له we have got a computer studies after break. طبعاً السؤال هيكون إيه what time does we have computer studies مثلاً؟ قال له we have got computer studies after a break. دي exercises على الليسون اللي احنا خدناه تقدروا تحلوه طبعا في عندكم في الهوم ورك بتاعكم، ولو في اي حد في سؤال مش عارفه يقول لنا. كلها اسئله سهله وكلها حاجات دي خدناها. الاهم حاجه برضو write a paragraph of 6 sentences on your journey to school. رحلتك المدرسه بتروح ازاي، بتصحى الساعه كام، بتروح ازاي، بتوصل امتى، بتركب ايه وانت رايح، كل الكلام ده اتكلم عن ايه في 6 جمل وتكتبهم. ويا ريت تبعتوا لي في الكومنتس الاجابه بتاعتكم عشان لو في اي اخطاء ولا حاجه نصلحها مع بعض. اشوفكم في يونت 3 واتمنى لكم كل التوفيق. باي باي.